أعزائي الفنانين، مرحبا بكم. اليوم حنتعلم كيف نرسم جسم الأنثى وهو قاعد على الكرسي. خليكم معي. طيب، عشان نبدأ نرسم جسم الأنثى حنرسم مثلثين. هنا هنرسم مثل هيك، هنرسم الرأس، هنرسم الإيد، عشان تبين لكم بس كيف هي. تمام، الكتف بيجي مثل هون. هنرسم الإيد الثانية. الرسم المبدئي دائما بيكون بسيط. تمام، حنرسم الجزئية الخاصة بالأنثى. طبعا حنلغي هذا، بس كنا ناخده عبارة عن خطوط مبدئية. القدم مثل هيك، القدم الثانية مثل هيك. تمام، والإيد خلينا نقول حاطة ايدها ورا شعرها. تمام، هذا الخط طبعا بيروح ممكن احنا نلبسها فستان مثلا. والإضافات التانية بتكون حسب ما احنا تعلمنا كيف نرسم وجه الأنثى من قبل. تمام، الفكرة بس حبيتكم تعرفوها إنه المثلثين مع بعض. تمام، ناخد لنا رسمة سريعة تانية. لو في كرسي مثلا وفي أنثى قاعدة عليه وفي حركة رجل، بدي إياكم بس تتعلموها. دايما الأنثى أو المرأة لما بتقعد تكون قاعدة بأسلوب معين، بس حبيتكم تعرفوا كيف ترسموها. هذا الفستان، وهنا بتكون
الركبة، وهون بيكون قاعدة مثل هيك. فاللي بدي اياكم تعرفوه بس انه القدم اليمين بتكون احيانا متقدمة عن القدم اليسار، تمام؟ هذا برضو واحد. في برضو اسلوب تاني، مثلا بتكون الانثى قاعدة وحاطة رجليها جنب بعضها، تكون عامل رجليها مثل هيك، تمام. في برضو تعلمنا الرسم هذا، في رسم المرأة وهي واقفة، هاي الركب. هذا الفستان، تمام. وهذا هاي الأرجل، بتكون قاعدة على كرسي، فبكون مثل هيك. طبعا هنا عشان نبين انها قاعدة في المستوى، القريب من الكرسي، تمام، مثل هيك. كان هذا درس اليوم، شكرا لكم لمتابعتكم، كان معكم عامر علي، سلام عليكم.